فلسطين هي فلسطين، ومصر هي مصر، والأردن هي الأردن. هذه الكلمات جاءت على لسان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو بيتحدث اليوم أن الشعب الفلسطيني أسقط مشروعين، أسقط مشروع التوطين في منتصف الخمسينيات، وأسقط مشروع التدويل والتوطين خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أكثر وعيا ولا يقبل أن يكون للفلسطينيين دولة في أي مكان، لا في الأردن ولا في مصر. ده مين؟ ده إسماعيل هنية. وشدد هنية في كلمته التي ألقاها اليوم على أنه لا دولة فلسطينية على حساب أي دولة عربية، لا في مصر ولا في الأردن، مؤكدا فلسطين هي فلسطين، والأردن هي الأردن، ومصر هي مصر. أشار إلى أن حماس بيعنيها سيادة مصر على أراضيها، وبيعنيها أيضا سيادة الأردن على أراضيها، ولافتا إلى أن مصر سترتب لقاء قريبا بين فتح وحماس، مضيفا أوضحت لمصر أننا مستعدون لأي لقاء وللاستمرار في المصالحة ومعالجة كل الاستعصاءات، وحريصون على إنجاز المصالحة واستمرار العلاقة بيننا وبين مصر وفتح. يعني إسماعيل هنية بيقول أنه فكرة التوطين وفكرة التدويل فكرة ليست في القاموس الفلسطيني، والأرض المصرية مصرية، والفلسطينية فلسطينية، والأردنية أردنية، ما في ذلك شك. طبعا ده بيؤكد مرجعياته، وكل دولة لها مرجعيتها بالتأكيد. لكن في هذا الإطار تحدث على أنه هناك دعوة من مصر إلى الأشقاء في فلسطين، سواء من حماس ومن فتح، لإعادة ضخ الدماء مرة أخرى في مشروع المصالحة اللي بدأته مصر هنا خلال الفترة الماضية. يبقى إسماعيل هنية بيعلن أن مصر دعت الأطراف الفلسطينية إلى استكمال قطار المصالحة في مصر خلال المرحلة القادمة، وبيقول إسماعيل هنية أنه السلطة الفلسطينية، فتح وحركة حماس ومصر، لابد أنه تستكمل عملية المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين.